في البرازيل اندلع حريق في أقدم متحف في البلاد تأسس منذ أكثر من 200 عام. فقد المتحف جراء الحريق نحو 20 مليون من معروضاته، ومنها قطع أثرية وهياكل عظمية للديناصورات وموميات مصرية وأمريكية جنوبية، إلى جانب أدوات منزلية قديمة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. الناس يصرخون وتسمع الصفارات المنذرة بالحريق، ومبنى تلتهمه النيران. نشب الحريق في المتحف الوطني الأقدم في البرازيل حوالي الساعة 9:30 مساء بعد فترة وجيزة من إغلاق أبوابه. وصلت 20 سيارة إطفاء بعد بضع دقائق ليتبين أن مضخات المياه الأقرب إلى المتحف لم تكن تعمل، ما اضطر رجال الإطفاء لتوفير المياه من البحيرة الأقرب. توافد عشرات السكان إلى مكان الحريق، يقولون إنها خسارة كبيرة للبرازيل وللعالم أجمع. احترق جزء من تاريخ وطني، المتحف الذي كان في يوم من الأيام مقراً لإقامة العائلة المالكة البرتغالية. أشاهد كيف يتحول تاريخ بلدي إلى رماد. أنا في حالة يأس. احتوى المتحف على حوالي 20 مليون معروضة، عظام الديناصورات والمومياوات والأحافير وهيكل عظمي لامرأة عمرها 12,000 سنة، وهو الأقدم في القارة الأمريكية. لم يصب أحد من جراء الحريق، كان في المبنى 4 حراس فقط، ولقد تمكنوا من مغادرته في الوقت اللازم. هذه خسارة للعالم بأسره، لن نتمكن بعد اليوم أبدا من استعادة ما كان. الأمر الجيد أن الحريق لم يتسبب بموت أحد، ولكن من غير الممكن استعادة المعروضات المفقودة. لا تزال أسباب الاشتعال غير معروفة. بدأ رجال الأمن تحقيقاتهم دون أن تتوفر حتى الآن إمكانية الدخول إلى المبنى، في حين يواصل رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.